مشاهدينا متابعي الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد على الفيسبوك، تحية لكم وين ما كنتوا. إذا شبابنا الغالي، اليوم على موعد مع خطوة واحدة برك اللي تفصلنا على النهائي والكأس الثامنة اللي إن شاء الله تدخل خزائن شباب بلوزداد. وككل مرة كما عودنا المناصرين ديالنا نمدوا لهم الميكروفون ليهم باش يعبروا على آرائهم لهنا في ملعب 20 أوت. اليوم خصنا لهم واحد السؤال بزاف صعيب، قلنا لهم شباب بلوزداد واش يعني لكم؟ تبعوا معنا الإجابات ديالهم. شباب بلوزداد هي حياتي وهي مافي ونعيش بها وللمامات الى اخر يوم في حياتنا باذن الله. فارغ القلب يا اخو، فارغ القلب. سياربي ملي كنا صغار احنا نحبوا سياربي وما نبدلوهاش تنموتوا. مور والدي يا ولادي سياربي هي حياتنا، نعيشوا بها تنفسوا بها نوضوا بها نرقدوا بها. يا اخو سياربي حنايا هي حياتنا يا اخو، هي الباسي والحاضر والفيتير. سياربي مور الفاميليا تاعي، عائله تاعي الدوزيام سياربي، عندي استوار مور الاخر سياربي. سياربي شوف، سياربي الشهداء، سياربي بلوزداد، لو غران شباب، تاريخ كبير سياربي. سياربي حياتي، كي نقول لك سياربي قول حياتي، علاش كي حليت عينيا نعرف غير سياربي في حياتي. ندو لاكوب وما نهبطوش ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ندو لاكوب هذا العام اوفيسيال، ما نهبطوش وندو لاكوب باذن الله. ندو لاكوب وما نهبطوش كامله ان شاء الله. ندو لاكوب تقعد في العاصمه خويا وماناش هابطين. سالكه يا الحمراء سالكه. ندو لاكوب وما نهبطوش. سالكه يا الحمراء سالكه. ندو لاكوب وما نهبطوش وندوها ثمانيه. ما نهبطوش ان شاء الله وندو لاكوب ان شاء الله. ان شاء الله ما نهبطوش وتامنه علينا. تامنه وندو لاكوب وماناش هابطين ان شاء الله. بربي ان شاء الله. لا لا بربي ان شاء الله نزهو العاصمه وندو لاكوب. احنا ما نقولوش